على سلامتكم الناس الكل، مرحبا بيكم. باهي بدلنا بالتليفون، نتصور هكا خير ومستانسين بها خير. باهي مهدي، لو كان تدخل معانا باش نحكيو شوية على المنتخب التونسي وعلى آخر أخبار الملاعبية اللي باش يجيو للمنتخب التونسي، وجديد مع المفاوضات مع بعض الملاعبية اللي في أوروبا خاصة، واللي عمرهم ما جاوا للمنتخب تقريبا. ما عادش عندنا برشا في المونديال، قلنا خلينا عم نطلع على اخر الاخبار متاع المنتخب الوطني التونسي قبل موعدهم. هاو التحق بينا مهدي باش نحكيو اكثر على الموعد المميز هذا اللي استناو فيه، خاصة ماتش البرازيل. كيف كيف ما عادش ليه برشا، ان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا في المواعيد المهمة هذه اللي تستنى فينا، أكيد مواعيد مهمة جدا، إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب التونسي فيها. دونك أكسبتيتو مهدي، عاش، نحاول نستناه يكون معانا، ممكن فما شوية مشاكل في الكونيكسيون. دونك برشا دوسيات قاعدين محلولة، نحكيو عليها أكثر بالتفاصيل الكل إن شاء الله في اللايف متاعنا اليوم. برشا من اللاعبية قاعدين يتحكي عليهم، خاصة عادل بالطيب، كيف كيف ياسين العياري، برشا أسامي باش نجاوبوكم عليها ان شاء الله الكل، في انتظار تحل المشكله نتاع الكونيكسيون. ولا ما نعرفش مهدي، ما نعرفش لو كانت تحاول تعاود تبعث اكسبتيتك وما تعديتش ابارامون. في انتظار يكون معانا مهدي بعد شويه. شويه مشاكل تقنيه نحاول نتغلبوا عليها ان شاء الله. مرحبا بكم الناس الكل، اكيد اللي عنده سؤال ولا استفسار ولا اي كومنتير بخصوص اي موضوع، مرحبا بكم الناس الكل، نجاوبكم عليه ان شاء الله. في انتظار يتلموا كيف كيف ايضا اكبر عدد ممكن من المتابعين ان شاء الله باش نحكي اكثر. اسماعيل الغربي، كيف كيف عزيز، تنجاوبوا على الناس الكل بعد شوية. ايضا العمدوني، قول لي شكون مهدي. مهدي عبيد بعد شوية باش يكون معنا ان شاء الله، باش نحكيو أكثر على المنتخب التونسي، كل ما يهم المنتخب التونسي في الأيامات القادمة. حاولوا تبارتاجيو معاش اللايف، تبعثوا لأصحابكم اللي سيرتو العباد اللي مغرومين بالمنتخب ويحبوا يسمعوا أخبار المنتخب، أكيد باش تكون فيه برشا إضافة. ديان فاليري، كيف كيف نحكيو عليه، مرتضى بن ونيس نحكيو عليه، الأسامي الكل إن شاء الله باش نجاوبكم على لي سيتوياسيون بتاعهم في المنتخب. باهي سي بون، هاني بعثت لك أنا مهدي، نورمالمون سي بون، في انتظار الكونيكسيون ما تعملهاش فينا. سي بون، نورمالمون سي بون. تسمع فيا مهدي؟ اي هكا نسمع فيك. يا اونفا اخوي، فيسبوك بدل شويه البارامتر وليزوتي بتاع الاستعمال بتاع اللايف، وانت وليت باج فيريفي، دونك يمكن فما حاجات دي كوموند يتبدلوا. ان شاء الله مبروك الساعه الاعتراف الرسمي. عايشك، اعترفوا بينا، المهم تعترف بينا انت، ذيك الفايده. يا احنا ما عارفين بعض. اسمع قبيل، فما شكون كاتب كومنتير قال لك نعرف صاحبك كما كذا وكذا يحكي كي. الناس ما يعرفوناش، احنا اصحاب نختلفوا برشا، انا وياك نختلفوا برشا برشا، احنا ما يعرفوهاش هذي، يتصورونا اصحاب. تو مره نعملوا لايف ستريمينج للقعدات نتاعنا مع بعضنا كي نقعدوا نحكيوا في الكوره، معناها
فما برشا عرب ما احناش كتير يعني تحب نخدموا تضحك، فيهم. تحب تضحكهم علينا بقى، قال لي قولوا يتعاركوا لا يعني. لا مش مش بالضروره اصحاب، مش بالضروره اصحاب معناها يشتركوا في العرب، بالعكس اصحاب زملاء وخيان عشره معانا شويه اراء مختلفه. صحيح. باهي مادي، احنا بدينا مؤخر، خلينا ندخل ديريكت في صلب الموضوع وما نطولوش لعباد ما تحرقش منا زاده. تك تك ناخذ اهم ما فما واكثر حاجه. غالي حنا بعد اليوم نجاوب جديد، حنا بعد هاللي خطوه باهيه اللي هو نس كل قبل نقولوا حنا بعد عنده امكانيات كبيره، حلاعب مهم في المنتخب، لكن ديما نقولوا مش قاعد يلعب. اليوم اكيد خطوه مهمه لحنا بعد لانه مشى الفريق في بطوله محترمه اللي هي الشامبيونشيب، الدوري قوي برشا معناتها، قوي برشا برشا معناها زاده، برشا ملاعبيه ايضا انطلقوا منه كيما ماونت اللي قاعد يعدي في معناتها في مواسم باهيه مع تشيلسي، ابراهام اللي توا في روما يلعب في منتخب انجلترا، برشا ملاعبيه يمشيوا بري كيف كيف، حتى لوفتي تشيك بتاع تشيلسي، برشا ملاعبيه يمشيوا للشامبيونشيب ويعاودوا ينسيوا كريم برحمه ايضا بتاع ويست هام، برشا ملاعبيه زين اكيد خطوه مهمه لحنا بعض. ايه رد بالك سلامه، ما راهو الخطوه هذه كيما تنجم تو تعمل انطلاقه حقيقيه وتطلعوا بعديه، كيما تنجم لقدر الله تعاود ترجعوا لتالي، على خاطر برمنغهام كيف ماهي سهله، وكيما قلت نيفو تاع انجلترا راهو ماهوش سهل، معناها تو احنا فرحانين صحيح لو خرج من مانشستر، ما زاد لازم يفرض روحه الفريق هذا اللي هو فريق عريق. نتذكروا قبل برمنغهام لعب فيها مهدي النفط راديش عادي، ما تبدلت شويه ما عادش برمنغهام تاع قبل سورتو اللي هما تو في الدرجه الاولى. انا حكيت شويه مع مهدي نفطي، حكيت شويه مع مهدي نفطي قلت له شنو هو رايك معناها في الايكيب هذه، قال لي راهي تبدلت بارابور لعبنا فيها احنا قبل وتو راهي تبدلت، قال لي ما راهو ديما انجلترا ديما تبقى لانجلتير وديما تبقى الكره الانجليزيه، قال لي المهم بالنسبه لي انه يلعب، هذا هو سلام راهو المهم انه يلعب، وفما في الصحافه الانجليزيه يقولوا انه اللي عطل الصفقه انه مانشستر معناها اللي وخرها شويه، مانشستر قاعدة تتفاوض مع بيرمنغهام عطوهم جول اللي باش ياخذوا حنا بعد، هذه معمول بها راهو في اوروبا، راهو باش تلقى دي كلوز من نوع هذايا، لازمك تلعبني طوم معين، عدد مباريات معين، معناها ناخذ وقتي من اللعب، سينو راهو الاعاره ما تتمش، هذا هو اللي باش يلتزم به بيرمنغهام، ان شاء الله نشوفوا حنا بعد على ارضيه الميدان، قبيله برك عمل لحظات قبيله قبل اللايف هذايا، ريتو في الصفحه الرسميه بتاع بيرمنغهام يتحط في انترفيو كله ثقه، تحس انه اللاعب هذا نجم يعطي ان شاء الله نجم يعمل حاجه، انا واحد من الناس خايف عليه، انا واحد من الناس خايف عليه ومعناها قد ما انسان نشجعوه وكل اما خايف عليه على خاطر بصراحه الامور مش تبعت برشا، صحيح اسم مانشستر هناك برمنغهام فرق كبير وفي الستار باش يلعب معاهم، اما معناتها انا كان تسالني متاكد ولا لا من نجاحه نقول لك 50 50 بصراحه على خاطر ما فماش حاجه راهو ما فماش حاجه مؤكده في ستيل جو بتاعه في اللعب بتاعه الى حد الان، فم مؤشرات طيبه جدا، فم مؤشرات ما وقتاش المؤشرات هذه مؤشرات جت الكاس العربيه بصراحه، بعد الكاس العربيه في نيفو معين في مستوى معين في منافسين معناها متوسطين جدا باستثناء مصر الجزائر المغرب اللي نحكي عموما، بقي كل معناها البطوله العربيه كانت متوسطه في المستوى، من بعد قعدنا نحكيو كان على مؤشرات، المشكل انه انسان كيف عندك عام في المنتخب التونسي خلينا نكونوا واضحين وبكل صراحه توا احنا وقفنا معاه وشجعناه ولا يضحكوني شويه ساعه التوانسه نقول لك سيبوه طوه بركه يا اخي مركز معانا هو مع الاستاد بتاعنا، معناها الراجل يعيش في بلانيت اخرى تو ويعيش في عالم اخر، اما شنو احنا خلينا نكونوا معناها واقعيين بعد الكوبارا اللي ورى فيها شويه مش من زاد ما نكبروهاش شويه كلكم ماتش اللي ورى فيهم حاجه، من بعد صارت الهبوط جاءت دورة اليابان، أنا بصراحة ريته في دورة اليابان عجبني برشا، داخل في ثقة في روحه، جلال قادر يخدم معاه برشا على الكوميونيكاسيون وما عادش يدخل مع لي زادفيرسير والمنافسين ما عادش يدخل معاهم في نقاشات وفي نقاش مع الحكم، هذايا باهي برشا، تبقى تو الموسم هذايا بالنسبة لي أنا هو باش يطلعوا وهو باش يهبطوا، أنا ما عنديش راهو هذايا معناها خلينا بلاش مجامله، احنا تو باش نتبعوه باش نتفرجوا فيه، اما ما عندنا حد شيء يضمن لنا انه باش ينجح، معناها خلينا نكونوا واضحين، على خاطر البريود الكل اللي تعدات، الموسم الكل اللي تعدات، ما فما حتى شيء يوحي انه فما ملاعب تو ينجم يترجم، احنا نتمناه انه باش يترجم، وهذا اللي ينجم يصير هو فما حتى شيء، فما حتى شيء ممكن برشا اكزاجيري، انا فما حاجه معامل عليها
باش ما نقولش فما لا 11 لا لاعب صحيح تكنيكمون، فما حاجه ما عمل عليها انه فريق كبير كان مانشستر ظهر لي مراهن عليه وظهر لي جدد له عقده، كان اشغال قبل ما يسيبوه. خاف اسرك. هو راهو كي نقول لك انا ما ريناش حاجه كبيره، قلتها انا قبل، اعطيني لي ستاتيستيك، اعطيني واقعيه في الكوره. صحيح كتوش دو بال محلاها، صحيح عنده لمسه محلاها، صحيح الراجل انجاجي برشا، معناها داخل في جو الكوره على بكري، ومن سيره و19 سنه، معناها راه ما عادش صغير نورمالمون توا يعطي. اما انا ديما نقول لك يا سلام على حنا بعل مثلا، كيف نحكي على حنا بعل، ما نعرفش تقص ابارمون من الكونيكسيون، ما نعرفش من عندنا ولا من عند مهدي، نحاول نعاود نتصلوا به من جديد. ان شاء الله ما تعملهاش فينا الكونيكسيون، قص شوية الصوت. اي ما دي قلت صحيح، ما فماش برشا ماتشات اللي شفناهم صحيح، حتى برشا فما كلمه لا ما عطانيش جول، ما عطانيش باس ديسيزيف اللي واضحه، حتى مع مانشستر ما سجلش، ما مشيش لقدام، ما خليش تراس. هذا الواقع، تو هذا راهو فما فرق بين العاطفه والواقع. نعطيك معلومه مثلا، في المنتخب التونسي كان جيل اي واحد تو، سواء من الاطار الفني ولا من المسؤولين، تقول شكون اكثر اقرب جوار ليك، ماذا بيك مهما يكون يلعب ما يلعبش يمشي كاس العالم، تقول لك حنا بعد المجد. علاش عم تقول حنا بعد المجد؟ دي نحكي لك راهو من معناها شبه معلومه تتسمى، هذا اللي لاحظته وانا، هذا اللي سمعته، معناها الناس يحبوه برشا، العباد مراهنه عليه سواء في المنتخب او برا. راهو انا كي نقول هكا مش معناها نكره، وانا نحبه ماذا بيه ينجح ويطلع وشايخ عليه، فرحان بيه هنا في التقدم اللي يعمله ان شاء الله واللي باش يعمله. اما احنا مثلا الفيدراسيون والمنتخب التونسي سلام يخسروا له على اساس هذاك المكسب اللي عملته الجامعه، المكسب تونس اللي تفك لفرنسا، ولايه صغير بالشكل هذاك بالحجم هذاك بكل في هذيك، مانشستر يونايتد وراه. هذه حاجه مهمه جدا، راهو معناها نفرقوا بين العاطفه وبين الواقع. الواقع على حد الان ما في حد شيء، معناها ستاتيستيك وحاجات، هاني قلت لك فما كالك هكا معناها سيني بتاع ملاعبي، مستقبل ملاعبي كبير، هذا تو باش نراهنوا عليه باش نكونوا معاه. تبقى فما حاجه على مانشستر يونايتد اليوم، ديما راهو حسب الاخبار الموجوده سلام مدينبات يقولوا انه تفاوضوا معاه على تجديد العقد، معناه انه يزيد قبل ما يخرج، وهذا اللي ما صارش على خاطر مانشستر ما عملش الخطوه هذه. هو عام ناوي 2021، زاد عامين، معناه مازال عقده متواصل. تبقى من بعد كيفاش يعملوا معاه، مازال باش يرجع، ومازال عقده متواصل مع مانشستر. هذه جزئيه صغيره على خاطر ان نتصور اذا كان تو باش يقنع مع بيرمنغهام، راهو البيبان الكل باش تتحل، البيبان الكل باش تتحلوا في المنتخب وفي مانشستر. شهيرا ان شاء الله ربي معاه. ان شاء الله اكيد، وغدوة اللي يحب يتبع عندهم ماتش مع نورويتش سيتي ينجم يكون كونفوكي حتى ما يهبطش من الاول، ينجم يكون موجود في الماتش اللي حاب يتفرج فيه. باهي، كيف كيف ملاعب اخر صحح اليوم رسميا اللي هو وجدي كشريده، فهل لي وجدي كان بعيد شويه على النسق وظهر لي عندنا شويه مشكل في الظهير الايمن، فما كان دراجر اوكي حمزه رجع يلعب مع الزمالك، لكن مهم انه يكون كومبيتيتيف خاطر وجدي كيف كيف من احسن الملاعبين اللي عندنا في المركز هذاك، ونحتاجوه ايضا اذا كان في القمه نتاع الجاهزيه نتاعه. ما هذه حاجه باهيه اليوم صحح، صحيح مش فريق كبير، صحيح فريق متواضع، لكن نتصور صحح معاه خاطر يحب يكون جاهز للمونديال وهذا الهدف نتاعه. ايه هو فريق هذا يا سلام، راهو عنده تاريخه في بون، فريق قديم ما عندوش برشا تتويجات في اليونان، اما فريق قديم في العاصمه معروف، شارك مرات زاده في شامبيونز ليج، اوروبا ليج، في بعض المسابقات الاوروبيه، عنده مدرب اسباني، عنده طموحات انه يرجع يشارك في المسابقات الاوروبيه. ديما اوروبا سي اوروبا، معناها يعني الحاجه الباهيه انه كشريد عملها انه ما مشاش للخليج على خاطر كانت عنده بعض العروض العربيه، ما رجعش لتونس. هذه حاجه مهمه جدا نكون واضحين، ماشيين معناها مع بعضنا بتناسق، بلاش العاطفه بلاش كذا، نعرف شكون حاب عليه في تونس، ونعرف انه كان ينجم يكون قريب من الترجي التونسي، لكن من حسن حظ اللاعب انه ما رجعش للبطوله التونسيه. معناها الترجي فريق كبير وعريق ويضاهي معناها عديد من الفرق، معناها على عديد من المستويات، لكن احنا نحبوا الملاعبين بتاعنا يكملوا في اوروبا. هو استمات شد صحيح، ضيع عام صحيح، العام اللي تكلف له غالي،
بالنسبه لكشري ده في المنتخب التونسي، على خاطر جلال القادري حاطط توا برانسيب وعامل وعد على روحه، وكيما عملها قبل مع برشا من اللاعبين ما عادش لازم يعاود يتراجع، على خاطر سينو معناها باش يقعد هو في الكلاب. شنو الموضوع؟ انه ما عادش حتى ملاعب ما يلعبش مع جمعيته يكون في المنتخب التونسي. العهد الرعواني هذا ما عادش، هو لا محاله انه اذا كان هذه تتعاود فانه نجم نسلو الكوتش، اذا كان صار عليها العكس نجم نقولوا له راك فلان وفلان قبل ما عيط لهمش وتوا راك عاودتها مع ملاعبيه اخرين. معناها لازم نكونوا احنا ماشيين في نفس التمشي، وهذا اللي ماشيين فيه. تذكر قبل ديران برو وابي الخزري، معناها كلهم بالاسماء نتاعهم هما وما كانوش في المنتخب، بس وابي الخزري قبل انه هو طلب ما يجيش. ديران برو استغرب وهبط ستاتيو وكتب كيفاش انا وكذا واحد. معناها هذه راهو لازمنا ماشيين كاس عالم، ماشي مش نلعبوا في العالميه، لازمنا المبادئ هذه بالحق تغرس المنتخب. كشري ده توا يعاود يحل باب المنتخب. انا شنو فرحان له انه ما استسلمش، فهم لعبيه يلعب درجين في اوروبا ما يتعداش يرجع لهنا لتونس. هو لا، هو شد صحيح اوروبا تبقى اوروبا سلام، خاطر يلعب في اليونان. ساعات الناس يقول لك شنو هي معناتها نفطي ديفيزيون دو في اسبانيا، تعرفها شنو هي ديفيزيون دو في اسبانيا؟ تعرف جمعيات، تعرف هو شنو جمعيه تدرب فيها، تعرف الستكتور بتاعهم والبروفيشناليزم اللي في مخاخهم وكيف كيف. اوروبا هي اوروبا، يبقى في اليونان. عجبني التصريح نتاعه اليوم الموقع الرسمي بتاعهم، قال لهم انا راهو ما نخممش تو في المنتخب، اعطيني الخطوه الاولى. الخطوه الاولى نرجع نلعب. هو وليد معناها رزين برشا ويعرف ايش يعمل، والخطوه هذه اكيد اكيد جدا باش ترجع المنتخب. ما نعرفش تو قبل كاس العالم ولا بقى. فقط توضيح، قلت فريق متواضع، معناها نحكي على الاقل توا الموسم اللي فات كمل 12 من 14، معناها ماهوش اولمبياكوس وماهوش ماهوش ايك اثينا وماهوش باناتينايكوس، معناها حتى في التاريخ هذا كيف كيف. باهي مهدي، بصفه عامه الملاعبيه توا التوانسه ظهر لي بدايه موسم نجم نقولوا من احسن ما ثم مؤشرات باهيه للملاعبيه الكل، خاصه الصخيري، خازري، حتى الخاوي ماركا مع جمعيته، الطالبي ما شاء الله، برون كيف كيف في ايطاليا، اغلب الملاعبيه تقريبا قاعدين يلعبوا اليوم وقاعدين يقدموا في مستوى باهي. فقط عندي شوا وحيد اعتذر لي بارامون شوا غلط، ما عرفتش توثقني ولا لا، نتاع الجمعيه اللي مشى، اللي هو عمر رقيق ماهوش قادر يلعب بالكل. لا، هو على الورق تيوريكمون ماهوش غلط شو سليمان، خاطر كان في ارسنال، كان في اسم كبير في اوروبا، واضح انه مش يلعب، واضح انه اذا كان حنا بالغ في بعض المشاركات وبعض هكا الاستدعاءات للفريق الاول، رقيق كان كوتي جمله معناها كان غير معترف به من ارتيتا المدرب الاسباني، معناها واضح انه السيد لازم يمشي يشوف اير. معناها اش عمل؟ رجع لبلاده، رجع يمكن للريبير نتاعو معناها متكون في هولندا، سبارتا روتردام زاد اسم زاد في هولندا، جمعيه عندها تاريخ. معناها تيوريكمون على الورق من الاول كي تقول لي من ارسنال مشى هولندا جمعيه في وسط البلوك تكون شويه معقول جدا، اما بعد ما ماريناش الملاعب هذا يلعب ويبدو بالمعطيات هذه لحد الان هو ماهوش داخل معناها في الحسابات نتاع كاس العالم اقل شيء، معناها من ما نسبقوش الاحداث، ماهوش داخل في الستاج الجاي يمكن خاطر زاد مش قاعد يلعب. اما في نفس الوقت انا عندي لهنا طلب ولوم صغير، انا ماذا بيا نعاملوا حنبال نعاملوا رقيق كما نعاملوا حنبال، معناها راهو لو ميم بروفيل، زوز كيف كيف، زوز معناها بالليبي ناسيونو، زوز جاو عملنا لهم كل الهيلمانات الكبيره وكل الاحتفالات الكبيره، معناها ديجا دخل قويه برشا. زوز في نفس الوضعيه، معناها الراجل كان ينجم يلعب في هولندا ودخل كان ينجم يلعب في فرنسا، ما فماش فرق. صحيح العاطفه الكل ماشي حنبان نحبوه فرحان به، اما زاد الرقيق سلام فرد كا، معناها انا ماذا بيا ساعات كان عايطوا حنبان مش قاعد يلعب في مانشستر ومين با يلعب في الفريق كله، زاد حتى رقيق لازم تعيط مش تكون عادل بين الزوز. نحكي زاد خاصه جات فتره قبل كنا نعملوا هكا، رقيق ديرنييرمون تضرب وكل غاب على الستاجات اللي فاتوا واليابان وكل، اما هو ملاعبي الاكثر سلام هذا للمستقبل، الاكثريه معناها المستقبل. فما حاجه انت قلت انه الملاعبيه الكل تقريبا معناها بدايه الموسم باهي، انا نحب نركز على حاجه اخرى، نحب نعطيك حاجه اخرى، انه نصف الفريق مش قاعد يلعب، معناها تقريبا نصف فريق المنتخب التونسي مش قاعد يلعب، فهمت؟ عندك الجول مش قاعده تلعب، عندك برشا ملاعبيه مثلا علي معلول عنده فتره بعد على النجم،
نادر الغندري اقل شيء باللاكس اللي فات بالملعبيه اللي فاتوا معناها بتاع اخر ستاج. بلال العيفه تشوف وضعيته، نادر الغندري مش قاعد يلعب، وجدي كشريده مش قاعد يلعب، هذوما في الاشواء معناها كي تحط الليسته كامله تلقى شطر مش قاعد يلعب ولا مصابين، غيلان بن رمضان مصاب، غيلان مش قاعد يلعب، نعيم السليتي مضروب، فرجاني مضروب، فهمت شنو مرتضى بن وناس ما نساوش اللاعب هذا اسلام البارح انا الحقيقه تفرجت في الاخصاب معناها بتاع الفريق التركي بتاعه القاسم باشا ملاعبي بلاش حس ساكت ما يحكي عليه حد براتيكمون هكا وما عندوش ابارامون ناس اللي تدز معاه نكون واضحين معناها اقل شيء على فيسبوك الحاجه الباهيه انه هو موجود في القائمه بتاع المنتخب التونسي ديما الملاعبي هذا اما كي نحكيو على ريال جوش ولا نحكيو على الكولوار جوش الكل ديما ننساو في مرتضى بن وناس انا بيدي معناها قصر الحقيقه معاه اما هو ملاعبي كوريكت ويعطي البلوس معناها ما تسمع عليه لا مشاكل لا حد شيء قاعد يجتهد قاعد وراجع من بليسيور راجع من ضرب عندك عصام جبالي راجع من ضرب حنا بعنا تشوف زاده مش قاعد يلعب معناها فما زاده شطر جماعيه مش قاعده تلعب شطر فريق تقريبا هذا اللي قلق شويه خوف شويه فما زاده انه بطوله تونسيه هذه اللي انت حكيت عليه الموضوع هذا يرجع معناها في سبتمبر الشامبيونات صحيح انت عندك اربع خمسه ملاعبين تاعو المنتخب اما زاد مفروض انه كان في سنه مونديالية معناها هذا اول حاجه عام تاع كوب دي موند اول حاجه من البطوله ترجع اول حاجه للحراس للملاعبين وشكون قال لك انت ما فماش ملاعبين اخرين كان كنا نجم ننتقيوهم معناها في البطوله التونسيه هذا يمكن الاداره الفنيه والجامعه اخطوا فيه اكيد اما فما معطيات اخرى في الوسط هي اللي تخليك معناها تفرض عليك كي تسال انت تقول علاش وخرتوا الشامبيونات نجم يسكتوك يقول لك انا تو عندي وضعيه قانونيه انت فريق ماشي للتاس وديجا هو في التاس يقول لك انا ما نجمش نبدا البطوله لين نعرف ما ينجمش يسكتك انا نقول لك علاش خاطر انت تعرف اكيد اللي الجامعه او النادي الافريقي من خلال الجامعه باش نكونوا واضحين الجامعه والنادي الافريقي طرف واحد في الموضوع هما طلب رفضوا تسريع النظر في الموضوع في القضيه كان الشابه طلبت تسريع النظر والجامعه والفريقي رفضوا تسريع النظر اي جوستومون هذا الظاهر من الاول معناها انه علاش وخرتوا البطوله لا على خاطر احنا عندنا موضوع الشبه صحيح معناها اذا كان انت تحب فيس عم تلعب سكو لازمك تسرع في الموضوع لازمك صحيح هذا معقول جدا ان شاء الله المنتخب التونسي اسلام راه ما يدفعش الثمن على خاطر عندك اللاعبيه زاد كم مهمين وانا لهنا راني ما عنديش كل مانيش كاتيجوريك معناها فما ناس يقول لك انا المنتخب التونسي كان للمحترفين برا ولا الاخر يقول لك المنتخب التونسي كان للملاعبيه لهنا ليه اسمع هو انت ماشي الكوب دي مون شفتوا ماشي كاس العالم معناها احنا نعرفوا امكانيات ونعرفوا الافكتيف نتاعك ونعرفوا اللي احنا ما عندناش حاجه كبيره برشا كما بعض المنتخبات الاخرى معناها الملاعب اللي راهو باش يترجع سواء في تونس سواء في اي بلاد في العالم راك باش تجي وفي الاطار هذايا راهو زاد فهم برشا من اللاعبين نجم يكونوا في المنتخب معناها مثلا الحاج محمود اللي يلعب قبل في نجم الساحلي يلعب في كاب تو من عمناول كانت العينين عليه اللاعب هذا وكان نجم يكون في المنتخب اما بعد تعرف الوسط شكون فيه والوسط معبي برشا توا فما يمكن جوز بلايص يفرقوا معناها فرجاني مؤكد مش يكون ضد البرازيل معناها مش يكون في الستاج الجاي اقل شيء في بدايه الستاج مش يكون غالي فرجاني توا قاعد يدرب وحده على انفراد مع معد بدني في قطر معد بدني تونسي المعلومه قاعد يعمل في محاولات كبيره انه يرجع ياهل روحه بدنيا ونعطيك معلومه انه فما امكانيه زاد انه قبل الكوب دي موند معناتها قبل ما هما يكملوا في قطر فما ثلاثه ولا اربع جولات يلعب فقط الجوله الاخيره باش يحضر روحه يعني مستحفظ على روحه برشا اما الستاج الجاي صعيب شويه كيف باش يكون موجود قاعد يخمم في الكوب دي موند بالرمضان زاد العمليه ان شاء الله سلامات ما تصورش زاد باش يكون جاهز 100% وبالتالي لهنا في وسط الميدان فرصه توا محمد الحاج محمود انا ديما ملاعب يلعب في اوروبا سي اوروبا راه قاعد يونشيني في الماتشوات لاعب لي جون برشا الناس توا فرصته مش يكون موجود في المنتخب الوطني بصراحه اللي لعبوا ما مش خير منه معنا اللي لعبوا قبل في بلاصته واللي اعطينا فرصه زاد غيلان وبن رمضان وسلطان بيت وجا المنتخب حاج محمود بالنسبه لي انا اسلام راه لاعب يكون في فهمت فما بعض المشاكل هو من اللي كان في الانتوال ما شاء الله عليه هي ما زاد تطور برشا واضح زاد تطور
باهي نحكي شوية على السوجي شوية اللي يستناو فيه العباد، المفاوضات مع لي بي ناسيونو وين وصلوا؟ ما هذه باش نبداو بالكا بالكا. أهم لاعب، أكثر لاعب يحكيوا عليه توا، لاعب ياسين العياري، اللاعب هذا اللي يلعب في آيك في السويد، باش يجي معانا الاستاد الجاي ولا؟ لا استاج جي ما نصورش، مازال الامور شويه. استاج جي خاطر يمكن الفيدراسيون، يمكن المنتخب يعمل بري كونفوكاسيون للعياري، وبعد سا ديبون هو يقبل ولا ما يقبلش. باهي صعب اللي من بعد كل مختص رقم واحد تحيه اخويا ابو العمال اللي تحسب عليه كل شيء، راني حاطيني باهي. فما سلام، فما على تو ذمتي انا، على ذمتي انا. عايش، فما محاولات من الفيدراسيون تكون اللاعب هذا موجود، وراهو فما عباد تحكي يقول لك انه راهو ما فماش اتصال، بالعكس فما اتصالات عندها فتره صحيح، على خاطر زاد فما من لعبيه تو لي توندونس في البي ناسيونو هذوما، يقول لك باهي اوكي خليني نخمم. انت مش انت كل يوم تطلب فيه وتتكلم مع لاعبين، فما من لعبيه اللي ولا الريبونس السهله بالنسبه لهم، يقول لك انا راني تو مركز على الفريق نتاعي. فما معطيات في ياسين عباس العيار لازم احنا نكونوا زاد واقعيين. الملاعب يلعب في منتخب الاوسط في السويد، ملعب هذا تو من ابرز اللي تعلمه معناها في الدوري السويدي، واضح جدا. السيد مسجل 4 اهداف، ماركي 3 في 10 ايام، ماركي 2 بونتو في البطوله السويديه، وماركي هدف في الكوب دو كونفيرونس هذيك، معناها السيد ماشي في تطور. جمعتين التالي الحديث على فياريال، اليوم الحديث على الكمار، فهمت، في هولندا يقولوا اصلا قرب برشا. لهنا في وسط هذا الكل انت ما عندكش تو، شفت الناس لازم تلف الموضوع في المفاوضات وفي المحادثات، محادثات اصح خاطر المفاوضات وكانت بالشريف، المحادثات مع الملاعبيه دوبل ناسيوناليتي دوما، راهو ما احناش في موقف قوه ديما، راهو باش نكونوا واضحين، احنا ما احناش ديما راهو في موقف قوه، احنا جمعيه كيف محترمه صحيح، كيف باهيه، كيف زوامي، ما عندناش الكل، ما عندناش نفك الورق. علاش نحبوا احنا بعد بقطع النظر بلعب كبير بلعب نحبوه على الحكايه دي. انا واحد من الناس كل النشوه وكل الفرحه بتاع وكل الروح الوطنيه اللي عنده كل لعيب، انا ليه وصلت خويا قلت يا ربي معاه بلعبي ولا مش بلعبي، المهم تفك من فرنسا، ونحبه ولا نكره كان يلعب في منتخب فرنسا، فهمت. وطبعا نجيك الاسماعيلي الغربي اللي نجم ما يتعاود نفس السيناريو احنا بعد. خلينا في العياري، العياري فما معطى زاده في الوسط انه السيد عنده جنسيه مغربيه، معناها راك انت تولي تلعب على 3 وجهات. بالنسبه للمغرب ما فماش اتصال مع اللاعب بصفه مباشره، اما صار اتصال مع الوالد نتاعو معناها في الفتره الاخيره، ونعطيك حتى على سبيل الطرفه سلام انه المغاربه ما كانوش يعرفوه عنده جذور مغربيه، معناها عنده اصول مغربيه، واحنا صغار على غالب ساعات زاد الصحافه نتاعنا تكشف كل شيء للناس، اكيد جاتهم المعلومه ودخل في الباز دو دوني بتاع الاتحاد المغربي لكرة القدم ومحطوط في المتابعة فقط. شنو هو اللي يخلي، واللي أنا متأكد إنه العياري مستحيل يلعب المغرب تو قد شيء، إنه الإفكتيف اللي عنده شيء كبير، والأسماء اللي عند المغرب في اللي بوست هذوك الناس تلعب في الدروب، وأنا تحدثت حتى مع شكون من المغرب، واحد يقول لي راهو صعيب برشا يكون في المغرب أقل شيء تو، بقى من بعد تعرف مهدي المغاربة كيما قال ماهر، كنت جاكم باش نقول لك انا، قلت لي ما فماش علاش يفضلنا، عندنا السلاح نتاع الكوب دي موند اللي نلعبوا عليه، تنجم تغري بيه من لاعبيه كما غرينا في الكوب دي موند اللي فات، السخيري ولا معز حسن ولا الخاوي. ما قلتلكش ما فماش علاش فضلنا، معناها احنا ما عندناش كل نقطة القوة مع السويد. شو الراجل يلعب في منتخب السويد باهي، عايش غادي حياته كل غادي، فما كونتاكت صحيح، اما السيد دنيته الكل غاديك قاعد يتدرج في منتخبات السويد، معناها راك كان فكيته كانش تجيبه، راك فكيته سويدي تو، ما نكذبوش على بعض، هو لاعب سويدي، ادخل على المعطيات نتاعو في ترانسفير ماركت ولا في ويكيبيديا، لاعب سويدي، معناها راهو مش، اذا كان هو جاء المنتخب التونسي وقتها تولي انا بالنسبه لي انجاز، على خاطر في العمر هذا يا سلام وقاعد يتطور وقاعد يكبر، انك تفك الملاعب هذا وتقلعه الناسيون اللي هي زاد كمان كبرته وقاعده تلعب فيه واحد. المعلومه المتوفره تو انه الاتصالات راهي موجوده سور، اما راهو لا فما لوي لا فما نو، معناها لا فما اوكي لا فما مانيش باش نجي عليه. انا شو قلت لك، من بعد كيف يمشي مثلا يمشي لهولندا يلعب في زاد
تقدرش تتبدل حاجه، خاطر راهو مش كيما يلعب في ايكس اولنا، ميم سي هي راهو جمعيه كبيره في السويد، مش يمشي من بعد الهولندا، معناها جمعيه عندها تاريخ في السويد معروفه الجمعيه هذه، مش يمشي الهولندا من بعد المغرب، تعرف قصتها انت مع اللاعبين اللي يلعبوا في هولندا، وتعرف قداش تحب معناها البروفيل هذاك واللاعبين هذوك، السويد من غادي معناها تنجم تتمسك باللاعب هذا. انا ناكد لك معلومه، اذا كان ياسين العياري جاء للمنتخب التونسي، راهو هو اللي حب، وراهو هو اللي عمل شوا في مخه، معناها ريت كيما في حنا بعد جينا قلنا شوا دو كور هكا، وحكينا على اختيار القلب، الى حد الان ما فماش حاجه تشبه الموضوع هذا. اما اذا كان جاء راهو تونس، راهو هو بادر منه، هو راهو باش يسيب السويد وباش يخمم انه باش يكون في المنتخب التونسي. هو مش اتاكون، يلعب في الوسط. هو تنجم تقول كي حنا بعد، هو تنجم تقول كي بعد ريليور معناها، وعنده الاسبري اوفونسيف اكثر وكل شيء، وملاعبي برشا بصراحه، ركزنا معاه الفتره الاخيره، سلام لاعبي بلا معناها لاعب ما يتفلسفش برشا، سهل ممتنع انيق كذا، فما تواصل مع ابوه معناها الجامعه، وابوه كان فما تواصل في فتره سابقه، هذا مؤكد جدا، ينتظروا توا في الاجابه بتاعه. اللي نعرف انه عائلته سمعتها كانوا معناها متحمسين، بيحبوا تونس، وان شاء الله هذا يعاوننا، ان شاء الله يعاوننا، خاطر انت راهو كي تجيب لاعب 18 سنه ما عندوش قصه كبيره في تونس، ما عندوش معناها ما عاشش برشا في تونس، ما يعرفش برشا في تونس، زوز حاجات، يا عندي فيدراسيون قويه باش تقنع كيما قلت انت كوب دي موند، تعطيه اي ضمان باش تجيبه، يا الملاعب سبحان الله يهبط عليه الوحي في تونس، يهبط عليه الحب من اول نظره لتونس، ويجي كيما حنا بعد. باهي مهدي الملاعب ياخي، فما عادل بالطيب اللي هو جاء قبل المنتخب ويلعب توا في الدوري التركي، قبل يمكن معاه فلوس خاطر يلعب في جمعيه مايش ولا بد في دوري في لوكسمبورغ، لكن اليوم يلعب في بطوله محترمه وقاعد يلعب في فريق عمرانيا سبورت هذا التركي، فما مفاوضات معاه ينجم يجي الملاعب هذا. هو باش نكونوا واضحين، راهو بالنسبه لعادل الطيب كونفوكاسيون هو كيفاش تصير، لا فما اجراءات تبديل جنسيه ولا حاجه، خاطر ما لعبش حتى منتخب باقي، لكن واللاعب يرغب يكون في تونس معناها يرغب على الاخر، ما فماش حتى شك ولا اختلاف، السؤال لهنا يولي قادر يفيد المنتخب خير من اللي عندنا، خير من الجزيري الخنيسي جبالي. انا في فتره التحضيرات كان يسجل هدف ويصوم في التايوغا في الفريق بتاعه، بصراحه صنفته وقلت خير من اللي عندنا، اما تو ما تعرف انت تونس، انا عندك معلومه باش ما تسقوش تحت، هو جلال قادري كان مفروض يشوف اللاعب هذا في تركيا، في الاخر الفواياج قص عليها القادري، ما عرفش الاسباب التنظيميه شنو بالضبط ولا اجراءات، عمل سويسرا وبعد روح وما قابلش عادل بالطيب، اما المؤكد انه الملاعبي معناها في باله تحفت معاه الفيدراسيون، هذا مؤكد، تحفت معاه المدرب، اما هنا قلت لك راه ماهوش معناها كان عنده جنسيه اخرى باش يتبدل، هو تونسي ملاعب تونسي، ينتظر في الدعوه، كما نصير بطبوط مثلا اللي يلعب في لوجانو في سويسرا، لعب قبل مع المنتخب الاولمبي في فتره القنصاري، تو اذا كان باش يجيبوه المنتخب الاول راهو فقط دعوه معناها ماهيش اجراءات، دونك عادل بالطيب الى حد الان هو ما سجلش حتى هدف في تركيا، اما مردود ممتاز جدا، قاعد يعمل فيه مردود متميز جدا، شوف لي ستاتستيك بتاعه، رجل تكون فما ماتش جرى غابي فاش كي معناها راهو الستيل هذاك الاتليتيك وخدام تبارك الله عليه سور تيرا وكل شيء يصلح، علاش لا، احنا راهو توا كيما قلت لك قبيله ما عندناش الكليفيكتيف كل معناها فيه 50 لاعب باش تحتار، احنا بالعكس لي زاتاكون اي تحب نحسبوها عندك مهاجم صريح وحيد، تعرف ولا ما تعرفش احسبها، الخزري في الاصل ماهوش مهاجم صريح، عصام جبالي جوار كولوار يلعب 9.5، معناها ماهوش مهاجم صريح، ماهوش صندوق، معناها انت كان تحط توا تلقى جزيري برا. ايه والخنيسي زاد. ايه الخنيسي مش قاعد يسجل ومش واضح، مش ظاهر معناها، مازال هو الموسم مازال ما بداش، ما ظهرش الموسم، حط لي الخنيسي بقى. معناها انت منتخب كامل فيه ملاعبي ولا زوج، معناها احنا راهو كان لقاو اتاكون دو ميتيي اللي يكون في المنتخب التونسي، مش بشرط هي يلعب تو معناها يتفضل مرحبا بيه، الراجل يحب يلعب في بلاده، يلعب في تركيا دوري قوي برشا، صحيح جمعيه طالعه تو سنه جديده وكل شيء ماهيش حاجه كبيره، اما ديما نقول لك راه كيما الناس تقول لك ديلان برون ملا فريق يلعب فيه، ومنصر الطالبي ملا فريق يلعب فيه، هذوما يلعبوا في لو نيفو،
اليوم يلعب ضد روما، بكره يلعب ضد روما، بالاخر يلعب ضد بي اس جي، ضد مارسيل، ضد كذا. معناها قاعدين راهم ياخذوا في خبره نتاع الدوريات الكبيره. معناها هذوما الملاعبيه هذوما كما عادل بالطيب، كما سيف الله الطيف مثلا، سيف الله الطيف اللي وقت جاء المنتخب الاولمبي في جوار وصارت عليه الحباره ورجع وكذا، هذا حكى معاه جلال قادري. من الملاعبيه اللي انا نطالب انه يكونوا في المنتخب التونسي، اذا كان كل جمعه تلعب في لونيفو في اوروبا مكانك يكون في كاس العالم راه. ولا بالحق معناها راهو صحيح احنا فما من بعد الشوا الاخرين قادري، اما ليفيكتيف كل الرصيد البشري كل لازم ملاعبيه يعادوا بخبره في كاس العالم، يا ملاعبيه تلعب في المستوى العالي. خويا ما عادش هذا اللي بطال في جامعيته واللي يلعب في ديفيزيون 2 واللي يلعب في دوسيام ايكيب وبرا نجيبوه للمستقبل، توا بالذات ما عادش عندك وقت. توا مازال خويا 80 نهار ولا 81 نهار و82 نهار، ما عادش عندك حتى وقت. توا ال 11 اللي باش يلعب يستحقوا 100% ويكونوا طايرين في جمعيات. رد بالك زاد فما الاصابات اللي احنا ما عندناش زهر معاه. عندك الخزري توا مصاب وينجم يراتي لا قدر الله ماتش البرازيل، ما عنديش المعلومه الرسميه، ما المعلومه الموجوده سلام تو انه نجم يكون ديكتور العضله الضامه كما من ضربه فيرجيليسيس. معناها صحيح بدايه باهيه، بدايه قويه، برشا ملاعبيه توا في الدوريات الكل قاعدين يوريو في عطاء ممتاز. اما الاصابات لا قدر الله تذكر في 2018 يتضرب لك مساكني، يتضرب لك الخليسي اللي وقتها كان بطنكو، يتضرب لك بن عمر قبل ديموند، شكشكت الدنيا عنا وقتها وضعنا. معناها احنا راهو لعبيتنا بالكعبه نحسب فيهم. هذا شنو نقصد؟ قد ما تزيد تكبر في الافكتيف تلعب في اوروبا وقاعد تعطي في اداء وقاعد تعطي في مستوى طيب، مكانك في المنتخب راه فماش نقاش، خاطر لا قدر الله بعد فما اصابات، فما زاد مستوى معين ضد منافسين معينين. معناها بتجيب لعبيه تلعب في اوروبا ومش تلعب بيهم كونتر دنمارك وفرنسا، هذا في الحالات الكل انهم لاعبين مستنسين برشا يكونوا بالمستوى الاوروبي. باهي مهدي، نحكي لاعب اخر اللي هو اسماعيل الغربي، كنت جبت عليه قبيليكا، شنو هي الوضعيه نتاعو بالضبط؟ والله اسلام ما فماش حاجه جديده، معناها انا عندي معلومه ما عندها برشا من فتره مالي، وقتها من فتره مباراه مالي قالوا لي الملاعب هذا شكون في المنتخب التونسي، هذه معناها شبه تاكيد عندي عاجلا اجلا باش يكون. اما بارامون ماهوش توا بعد كاس العالم ينجم يكون تو صعيبه برشا الامور، تو صعبت برشا، تو صعبت على الاخر. علاش؟ على خاطر هما تو الفيدراسيون ماشيه والمكتب الجامعي خاصه سبحان سليم العطبان نجوم التحيه والمدرب جلال القادري يعني ماشيين يقول لك انا تو في الوقت هذا بالذات، حتى كان هو معناها من جنسيه مزدوجه اي لاعب، اما الفائده يكون يلعب. يان فاليري بيدو قال عمل تصريح وقت دبنيير مو في فوت ميركاتو الموقع الفرنسي، قال راه مش الفائده نمشي لفرنسا ولا لتونس، قال المهم انا تو قاعد لازمني نلعب السيزون هذه وبعد نشوف. ايفيكتيفمون داري مش قاعد يلعب مع ساوثامبتون، معناها ظهوره لعب بالماتش الاول، لعب ميتون وخرج وظهري بعد لعب ماتش كوب حاجه هكا كاس الرابطه، اما في الشامبيونات ما عاودش لعب. وعنده في البوست نتاعو لاعب ممتاز جدا كان يلعب في توتنهام اسمه وكر بيتر، لاعب ممتاز وصعيب باش يلقى بلاصه معاه الحق. خبر عليه صحيح. فما مثلا اسماعيل الغربي معلومات تاكد انه كما قلت لك باش يكون في المنتخب التونسي. علاش توا؟ لا علاش على الناس تسال علاش ما يجيش توا، ماهوش قاعد يلعب. باش نعلق على حاجه اخرى، كي مشى لاسبانيا لعب مع اسبانيا في يو 18 في العاب البحر الابيض المتوسط، ما عنده حتى علاقه بالمنتخب الاسباني اللوب. الساعه اجى نمشيو لابعد من هذا، اسبانيا ما تعيطش للاعبي ما يلعب سينيور، اسبانيا الاولى عمرها ما تعيط لك اللاعبي ما يلعب سينيور، وعمره ما لعب ماتش السنه توا الى حد سينيور. فما اتفاق بينه يقول اللاعب يحب برشا تونس حسب معلومات عندي، والوالد نتاعو معناها ما شاء الله معناها ظاهر انسان وطني جدا. وانا ساعات نستغرب الناس كيفاش تحسب في العباد، راهو تو سامبلومون ينجم يكون فما كيما التكتيك. اسماعيل الغربي وقت كان في نيغوسياسيون مع بي اس جي وكان يحب يلعب في البي اس جي، راهو الستاتيو تاع انترناسيونال كان مهم جدا بالنسبه لي، حتى في المفاوضات سلام مع باريس سان جيرمان، حتى في المفاوضات على العقد، حتى بعد وهو في بي اس جي وباش يخرج، راهو هذه معلوماتنا.
مش تكهنات، معناها كيفاش تمت العمليه بالاجون بتاعه ابوه، زاد بيعلم المكتب الجامعي، بيعلم المنتخب التونسي انه حتى اذا لعب في اسبانيا راهو فقط باش ياخذ كاستاتيو بتاع ملاعبي دولي. تقول لي علاش ما عملهاش في تونس؟ هذه كان ينجم يجي لتونس، كان ينجم يجي المنتخب الاول ويسكو هو واقف. فما خوف كبير انه الملاعب يتحرق، فما خوف كبير في الانتراج بتاع الملاعب، وفينا احنا زاد ونعرفوا اللي تو ما ينجمش يعطي فلوس. ما ملاعبي مازال ماهوش حاضر، ما نكذبوش على بعضنا، المؤكد انه باش يكون في المنتخب هذه هذه صدقني انا معناه بيقص اللايف مع مهدي. نحاول نعاود ناخذوه من جديد. سي بون، نورمالمون حكينا على اغلب الملاعبين، تقريبا قضيت المعلومات الكل اللي تهم الملاعبين اللي ممكن يكونوا في الستاج القادم بتاع المنتخب. الكل تقريبا اللي كان الكل حكينا عليهم، فاليري بالطيب العياري خاصة، الكل تقريبا حكينا عليهم الملاعبين هذم. باهي يرجع معانا مهدي باش ناخذوا اكثر، باش نسكر مع مهدي وناخذوا اهم الكونكليزيون. ارجع معانا مهدي. كاو سلام. دونك هذا هذا هو بالنسبه لاسماعيل الغربي. يعني قلت لك انا شبه متاكد انه الملاعب باش يكون في تونس سواء تو سواء بعد تو، ساهل شويه على خاطر مش قاعد يلعب. نحب نقول حاجه هكا في الاخر، راهو ساهل برشا نكبروا الملاعبين، ساهل برشا انه نقزموا، معناها فما معادله صعيبه هي لازم تتحقق، ولازم احنا كجماهير، يعني مانيش كصحفي، نحطوا بعضنا كتوانسه. راهو الملاعب كي نجيبوه احنا نجيبو تونس، مش معناه ملاعب ما يعرفش يلعب، هذيك قال كان جبتوا انتوما اللاعب هذاك راه كيف فارغه، كان جايبين فرنسا ما سيبوش مثلا، اذا كان مشى للسويد ولا فرنسا ولا المغرب غيرها، رانا نوليو نسبوا في رواحنا وفي بعضنا. معناها انت قلت كلمه باهيه قبيل على ياسين عياد، احنا مترشحين كوب دي مون، واحنا لازمنا نفرضوا رواحنا، وشكون يحب يلعب معادي؟ معناها احنا اللي احنا لازمنا نغريو، ما نحكوش رواحنا برشا. انا كي نقول لك راهو انا كي ندخل في المنافسه مع دوله اوروبيه، مانيش انا كونت الملاعب، نقصد مانيش نحقر في روحي، فهمت، كتونس، اما مانيش انا كونت الراجل يقوم الصباح ويرقد ويقوم على النشيد الوطني السويدي ماهوش على التونسي، يعيش في السويد، يتكلم بالسويد، يقرا بالسويد، معناها اذا كان انا فريمون جبته كما قلت لك، انا جامعه قويه ويرحم والديه اللي حب بلادي. اما تبقى من بعد اذا كان فما احنا فريمون عندنا ملاعبيه راهو ما ينجموش يجيو مثلا، وفما برشا دوسيات راهو انا اكد لك باش نفشلوا فيهم، فما برشا دوسيات راهو باش نفشلوا فيهم، فما معناها هذاك حد يجهيد فيه، وانا فما الملاعب ناكر في اصلا تونسي، وفما ملاعبين عاملين شوا سبحان الله. فما مثلا سامي خضيره في وقت معين ملي هو صغير في شتوتغارت جامعه تكلم فيه بالمناسبه، معناها هو اصله الاصيل من هنا من الحبابات، معناها كنا نعرف انا واحد من الناس كنت نعرف اللي مخه شنو وطريقه تفكيره شنو، من الاول مسكر الباب من الاول، هذاك واضح لا خويا الماني على خير كيف هو تقريبا وكيف وسام بن يد، فهم لعبيه من النوع هذا صحيح، لا ماهوش فرق واحد، لا بن يد وراني خديرة حلوا شويه الباب، حلوا شويه الباب، جات فتره تحل الباب شويه، قعدوا متشكين. معناها يعني شنو، علاش نحكي معك هكا؟ الناس ساعات تسب في اسماعيل الغرب على الطرف اللي لعبوا مع اسبانيا اللي هو ما فادوا في حد شيء، ومش يفيدوا في حد شيء، كان كما قلت معناها باش يكون انترناسيونال في الفتره هذيك انه باش يتفاوض وباش يعملوا كذا، ومش باش تجيبوا باش تجيبوا الاو 19 تجيبوا المنتخب التونسي الاول، ما تجيش تسب الملاعب تقول لدرشنيه هناك اصله ما يحبش كذا. فما ملاعبيه راهو كيما اسماعيل الغرب عاش في فرنسا، انت تو في فتره انك كيفاش باش تقنعوا كيفاش باش تجيبوا، معناها ما تنجمش تلومهم برشا. فما لاعبين في الوسط قلت لك انا سامي خضيره من الاول واضح سكر الموضوع، فما نوعيه اخرى اللي يقعد يمشي فيك ويجيب كيما هيثم حسن، هيثم حسن انا واحد من الناس، انا تو لو كان جيت صاحب قرار نسكر معاه باب المفاوضات نهائيا،
ما عادش نحكي معاه، ما عادش خمم فيه. ملاعب كان ماشي في ثنيه دار في ثنيه اخرى، سي بون. فهمت؟ فهمت؟ نرجع ديما نرجع لك، نرجع لك، نرجع لك. حنا بعد، حنا بعد راهو ما طولش برشا، معناها الراجل في مانشستر عمره 18 سنه كي جبناه، دوبا خلق 17 دخل في 18، يلعب في كيب ناسيونال فرنسا، عالم العينين الكل عليه، والناس الكل كانت تتصور انه جاي باش ينجح في مانشستر، فهمت؟ جاء لتونس عمل معناها دور ثنيته كريم. هذا بالنسبه لي اكزامبل في، معناها شو نقولوا، حب الوطن، صحيح حب الوطن، ما هو اختيار، كما كان ينجم يختار حاجه اخرى. هيثم حسن سلام مثلا تحدثوا مع عمناوي وعطى الموافقه نتاعو وكانت الامور ماشيه، انه باش فلان بعض اللاعبين مش، ونعطيك انا شكون اللي عمل عليه ضغط، والد نتاعو عمل ضغط كبير على هيثم حسن. انك علاش قلت لك فما حاجات مش انت تتحكم فيهم، مش انت ربيته طفل على حب تونس ولا غير تونس، مش معناه ما يجينيش، راني انا بيا وعليا بخايف، انا عندي امكانيات متوسطه صحيح، ما اسمي تونس، ماشي كاس عالم، نجم نفك ملعبيه، فهم مره فقط نجم نفك ملعبيه. هيثم حسن مش قاعد يلعب، هيثم حسن معناها خارج الفريق الاول، اي وفشل في الديفيزيون الاول في اسبانيا زاده. فشل في ديبورتيفو هذيا ميراندس، ملعب شويه وبعد اختفى، كان عنده فرنسا في مخه ومن بعد تونس يا مصر. احنا توقعنا انه الترشح نتاعه للترشح نتاعنا في كاس العالم كان باش يحل الابواب، لكن يبدو انه، مش يبدو، هذا مؤكد انه والد اللاعب عنده راي اخر، عنده راي اخر. وهيثم راهو معناها في البدايه ما كانش رابط، راهو وتقدمت المفاوضات بالبدايه والاتصالات والمحطات، وبعد معناها راهو فما ملعبيه بعد كاس العالم سلام كانوا رافضين، وبعد تحل الباب. هذا نوعيه اخرى، هذا احسن مثلا راميك عايب، راميك عايب يقال معناها في الكواليس انه هو اللي بادر بعد كاس العالم، هو اللي دق الباب، راني تو جاهز، راني حاضر. ورغم ذاك تلمت الحكايه واحتضنوه ولا واحد من المجموعه ودخل في الجو، وملاعبي باهي على فكره، ملاعبي باهي، ملاعبي باهي، معناها وديما نقول لك يلعب في اوروبا في هولندا في كذا، ينجم يعاوننا برشا، فهمت، في المنتخب التونسي. وتلمت الحكايه وكان موجود مع عيسى العيدوني مثلا، كان ينجم يكون زائر تونس، في الاخر اختار تونس لسبب من الاسباب، موجود في تونس، فهمت؟ صحيح. في الاخر راهو باش ترجع لاختيار اللاعب. واضح. يعطيك الصحة يا مهدي، تقريبا فهمت العباد الكل، التفاصيل الكل والكواليس الكل. باللي نعرف، الناس يكون غلط في حاجات، باللي نعرف لا لا الكل حكم معناها مهمتنا اليومية ولوجوا على الأخبار، وساعات راهو تلقى ناس تبارك الله عليهم سلام المتابعين حتى في صف، تلقى هو عنده معلومة وأنت ما عندكش، معناها ساعات يبعثوا لي أنا والله. برشا عباد تتبع برشا في اليسيت البر وفي أمد. يعطيك الصحة على التفاصيل اللي اديتهم لكل المتابعين نتاعنا، يعطيك الصحة إن شاء الله، وإن شاء الله في مناسبات أخرى. يلا تعطيك الصحة للكل اللي تبعتونا، تصبح على خير.